الفساد في لبنان ملف مزمن ينهش في جسد المؤسسات، مؤسسات الدولة. تتعاقب الحكومات وتختلف مسميات المؤتمرات التي تعقد لمكافحته، إلا أن المواطن اللبناني لا يزال في انتظار أن يرى ثمار هذه الوعود اليوم، وبعد أن أقر مجلس الوزراء اللبناني خطة طال انتظارها لإصلاح الكهرباء، يأمل اللبنانيون والدول المانحة أن تتمكن الحكومة عبرها من توفير نحو ملياري دولار تستنزفهما مؤسسة كهرباء لبنان من خزينة الدولة سنويا، ومن ثم إخراج هذا القطاع من مستنقع الفساد. نفتح هذا الملف ونسأل عن سبل التصدي للفساد في لبنان وعن دور الإعلام والصحافة في هذه المواجهة، ولكن دعونا نتوقف مع بعض الإحصائيات والمعلومات عن الفساد في لبنان مع الزميلة رانيا الدريتي. يقاس مؤشر إدراك الفساد وفق منظمة الشفافية العالمية بحسب مدى إدراك المجتمع للفساد في القطاع العام بناء على 13 مؤشر مختلف تعتمدهم المنظمة، ويمنح المؤشر درجة تتراوح بين 0 و 100 درجة، وكلما اقتربت الدولة من درجة الصفر عكس ذلك ارتفاعا في مستوى الفساد لديها. للعام السادس على التوالي حصل لبنان وفق هذا التقييم على 28 درجة فقط من 100 بحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. أما على المستوى الإقليمي فقد حافظ لبنان على مرتبته 13 من أصل 21 دولة عربية، ويعزو البعض هذه المرتبة إلى الفساد السياسي وتضارب المصالح اللذان لا يزالان يشكلان عائقا كبيرا أمام تطوير مرتبة لبنان بحسب مؤشر مدركات الفساد. وللتذكير فقد بلغت الحصيلة النهائية التي جناها لبنان من مؤتمر صادغ الذي انعقد في باريس العام الماضي نحو 11 مليار و800 مليون دولار بعدما أعلنت دول عدة دعمها وتقديمها للمساعدة. وفي المقابل قدم لبنان برنامجا إصلاحيا كشرط أساسي للحصول على القروض المانحة من الدول والمنظمات المختلفة، ومن أبرز بنود هذا البرنامج إصلاح المالية العامة لخفض العجز من 10% من الناتج المحلي إلى 5% خلال 5 سنوات، والتعهد بإصلاح القطاع العام ومكافحة الفساد وتطوير استراتيجيته لتنويع القطاعات الاقتصادية والخدماتية، وهذا يشمل إصلاحات داخلية ومشاريع اقتصادية اجتماعية، وأهمها مكافحة الفساد الإداري والمالي وتعزيز الحوكمة والمساءلة لا سيما في إدارة المالية العامة. لكن يبدو أن هذه الوعود لم تغير من واقع الاقتصاد اللبناني الكثير. وبإلقاء نظرة سريعة حول اقتصاد لبنان نجد أن هذا البلد من أكثر دول العالم التي تعاني من ارتفاع الديون مقارنة بحجم الاقتصاد. وبحسب معهد التمويل الدولي تخطت ديون الحكومة 102% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت مديونيات الشركات المالية 149% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الثالث من العام الماضي. وتراجعت معدلات نمو الاقتصاد اللبناني بشكل ملفت منذ عام 2011 إلى 0.9% فقط، لتتحسن الأوضاع قليلا بعد ذلك ويصل إلى 2.5% في عام 2017. ينضم إلينا من بيروت أيمن دندش مدير البرامج والمشاريع الميدانية في الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لا فساد، وأيضا معنا المحامية ديالا شحادة تنضم إلينا عبر السكايب من بيروت. أهلا بكما. أبدأ معك ديالا، سبق وتعرضت لتهديدات كثيرة، يعني ليس أولها ولا آخرها ما حدث بعد تسليمك لعينات لضحايا التعذيب السوريين المتواجدين في مشفى أوتيل ديو. ماذا عن فضائح الفساد التي تنخر في الجسم القضائي؟ خلينا نبدأ الحديث، وأنت محامية معروفة في هذا المجال. من الشروط الأساسية لأي دولة من أجل تكريس خطة جدية وأصلية من أجل محاربة الفساد هو تكريس استقلالية القضاء الذي تقع على كاهله في النهاية مهمة المحاسبة والمساءلة، سواء كانت مساءلة ومحاسبة الأشخاص مسؤولين في السلطة التنفيذية في الحكومة أو أشخاص مختلفين في القطاع العام لهم علاقة ما مباشرة أو غير مباشرة أو ليس لهم علاقة ب
أعمال الفساد التي يشار إليها من دون تحديدها في معظم الأحوال من قبل السياسيين في لبنان في القطاع العام. مسألة إصلاح القضاء لا يمكن اليوم أن تتحقق بمجرد إعلان حملة للإصلاح من داخل القضاء، طالما أن التشكيلات القضائية في لبنان مرتبطة دوما ولم تزل بالتركيبة السياسية أو الحكومة الحالية، التي خلافا للدستور وخلافا لمبدأ الفصل بين السلطات تكرس عدم استقلالية القضاء باختيار أشخاص في المناصب الرئاسية والقيادية في القضاء من حساب هذا الحزب أو هذا الائتلاف الحكومي أو هذا التحالف السياسي من غيره. وبالتالي إذا كان ثمة نية جدية اليوم للحكومة اللبنانية للقول بأنها تتوجه أو للقول بأنها جدية في مسألة الإصلاح ومحاربة الفساد، لابد لها أن تقوم بسن مشروع السلطة القضائية، ونذكر أن هناك مشروع قانون من أجل تكريس استقلالية السلطة القضائية منذ العام 1997 تقدم بمبادرة من مركز المدني للمبادرة الوطنية برئاسة الأستاذ طلال الحسيني ولم يزل طي الأدراج. يعني السؤال، ما الذي يمكن أن يجعل طبقة سياسية لم تتغير فعلا منذ 20 عام حتى اليوم، نعم حتى مع تغير الحكومات، نعم لم نرى جدية حتى اليوم من هذه الحكومة من أجل تكريس استقلالية القضاء واستطرادا نعم دفع الإصلاح نحو خطوات جدية. وطالما أنه ليس هناك نية جدية من أجل رفع يد السياسيين عن المجلس الأعلى للقضاء وشؤون القضاء، لا يمكن حقا أن نتحدث عن إصلاح نعم حقيقي في أي مجال في البلد. ديالا، أتمنى أن تبقي معنا. أيمن، أنتقل إليك. يعني الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد تأسست قبل 20 عام بالضبط. السؤال، مشروع ماذا حققت حتى اليوم؟ لكن ما لفتني في البداية أنه أنتم كاتبين كتعريف عن أنفسكم أنه لن يقتضي عملكم كتابة التحقيقات والبحث في مواضيع الفساد، بل سيقتضي الدخول في حوار مع المعنيين بمكافحة الفساد مثل الحكومة والنواب. يعني أليست هذه هي الشريحة التي تشرعن الفساد كما تحدثت ديالا وكما يعرف يعني الكثيرون؟ مساء الخير أول شيء إليك وللمشاهدين الكرام. أول شيء أنا بتفق مع الزميلة ديالا بموضوع استقلالية القضاء، وهذا طلب أساسي من الجمعية اليوم وبتطالب فيه، ولكن نحن ضمن إطار المدافع اليوم. خليني أخبرك على سبيل المثال، نحن اليوم أقر قانون حق الوصول للمعلومات بشباط 2017، وكان في نقاش حوله. هذا القانون يعتبر مدماج أساسي بعملية مكافحة الفساد، وكان في نقاش حول هذا القانون، هل هو نافذ فور صدوره ولا بحاجة لمراسيم تطبيقية. مؤخرا بعد ما أقرت الحكومة والبيان الوزاري أقر أنه لازم يكون في مراسيم تطبيقية. نحن اليوم كنا بوزارة العدل عم نطلع وعم نقدم توصيات حول المراسيم التطبيقية التي سوف تصدر قريبا إن شاء الله يعني من المجلس الوزراء لتفعيل تطبيق هذا القانون. نحن اليوم عم نقدم الدعم، خلينا نقول الرأي التقني بهذا الإطار لتطبيق هذا القانون بطريقة يضل يعني ما يكون معلب ويكون أنه سهل تنفيذه وما يكون هيك مكبس القانون بطريقة أنه اليوم عملنا قانون ونحن على مراسيم تطبيقية كبر القانون، لا. فنحن بهذا الإطار اليوم نحن خلينا نقول بمحلات عم نشتغل أدفوكاسي أو مناصرة مع بالمجلس النيابي مع الوزارات لتفعيل تطبيق هذه القوانين. اليوم بغض النظر بمحلات القانون يوجد بمحل لتستعمليه سلاح لتحاسبي وتسائلي. أنا بتفق مع الزميل ديالا على موضوع أنه القضاء هو بمحل غير مستقل، ونحن ندعم القانون الموجود باستقلالية القضاء وعدة قوانين تانية. خلينا نحكي عن قانون اليوم ضروري يكون موجود، للي هو قانون هيئة الوطنية لمكافحة الفساد، للي بتعتبر جزء أساسي من عدة ثلاث قوانين أقرت مؤخرا. عم نحكي عن حماية كاشفي الفساد، عم نحكي عن حق الوصول للمعلومات، عم نحكي عن قانون شفافية بقطاع النفط والغاز استخراج البترول. هذا القانون هو مدماج أساسي بهدول الثلاثة، وهو مدماج أساسي بعملية مكافحة الفساد، ولكن لليوم لم يقر. نحن اليوم إذا ما نكون عم نعمل لوبينج أدفوكسي عم نجرب نتواصل. كل هذه القوانين ومشاريع القوانين التي تتحدث عنها
لها أهمية كبيرة بكل تأكيد. المشكلة أنها لا تنفذ على أرض الواقع وهي لا تنفذ. فاليوم يعني المشكلة صح. أكبر 100%. الحل معروف لكن ليس هنالك تنفيذ للحل. ديانا بدي أسألك، وزير العدل ألبرت سرحان طمأن المواطنين في أول ظهور إعلامي له، وكنت أنت مشاركة أيضا في الحلقة التي عرضت على شاشة الأو تي في اللبنانية قبل بضعة أسابيع، قال أن عملية مكافحة الفساد قد بدأت ولن تتوقف في أي حالة من الحالات. ما مدى جدية هذا التصريح في ظل ما تحدثت عنه من أنه الجسم الوزاري الفاسد يعني ربما أقوى من أي مبادرة طيبة؟ برهن على ورق، لأنه لا يكفي اليوم القول بأن هناك قاضيا أو أكثر. إذا تكلمنا عن مسألة الإصلاح في القضاء، لا يكفي اليوم لنقول أنه تم استدعاء عدد من القضاة من أجل مناقشة قضية أو أكثر كانت عالقة لديهم، أو تم إخضاعهم للتفتيش القضائي، أو حتى تم وقف مناوبتهم كما حصل في محكمة الجزاء في جبل لبنان. لا يكفي، لأن مكافحة الفساد تعني أنه لا يجب أن يكون هناك معايير مزدوجة أو انتقائية أو مرحلية أو ظرفية سياسية. واليوم إذا تم التشكيل يعني على سبيل المثال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، سوف يعينها الأحزاب التي قامت بتشكيل الحكومة الحالية والتي هي مسؤولة ضمن مكوناتها أو بمعظم مكوناتها عن حجم العجز الذي وصل إليه لبنان بمراحل درجات قياسية حاليا. كيف يمكن اليوم لوزير العدل أن يؤكد أن هناك حملة إصلاح جدية إذا كان القضاة الذين سينظرون في قضايا الفساد هم معينون في مناصبهم القيادية من الطبقة السياسية التي تتهم ويتهمها نواب علنا في البرلمان وبينهم النائبة بولا يعقوبيان بأنهم فاسدون سابقا وفاسدون حاليا، أو بأقل تقدير هم شركاء صامتون عن أعمال فساد يقوم بها شركائهم في الحكم وفي الحكومة؟ لا يمكن اليوم، وخصوصا لمنصب مثل منصب وزارة وزير العدل، وخصوصا أنه قاض سابق وقاض في مجلس شورى الدولة، لا يمكن اليوم أن يصدر كلام بمستوى من الجدية ما لم يكن مقترنا بالبدء بمناقشة وسن مشروع قانون لضمان رفع يد السياسيين عن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وبالنهاية والميليشيات أيضا السياسية والطائفية. سيد أيمن، يعني باختصار شديد، منذ 20 سنة وحتى هذا اليوم، ماذا حققتم على أرض الواقع في بلد كلبنان؟ أعرف أن السؤال صعب وأن المهمة أصعب يعني، لكن خلينا ما نحكي عن القوانين، القوانين مهمة، لكن شو تحقق على أرض الواقع؟ أكيد نحن شغلنا بمحلين، بيكون على الميدان بشكل أساسي وشغل على القوانين بشكل تاني. بشكل قوانين نحن عم نحكي عن قانونين حققت عليهم بسرعة: حق الوصول للمعلومات وحماية كشفية الفساد. نحن من الناس اللي كنا مقدمينه للمجلس النيابي بعام 2008 وأخذ وقت، هذا على صعيد الأدفوكاسي على صعيد القوانين. أما على الصعيد الميداني في عدة مشاريع قامت بها الجمعية وصلنا لها نتيجة، يمكن أبرزها بمحلات معينة نحن على ورشات التوعية للي عم بتصير، التدريب للي عم بيصير بالمناطق للبلديات، وتدريب وتمكين البلديات حول موضوع الحوكمة الرشيدة داخل المجالس البلدية، تدريب المواطنين على حقهم بالوصول للمعلومات ونحن ضمن إطار سلسلة عمل على هذا الإطار، تدريب المواطنين على قانون على حقهم بموضوع شفافية بقطاع النفط والغاز، ده القطاع جاي اليوم وكيفية استعمال هذا الحق. اليوم في جزء أساسي نحن نتفق أنه في فساد موجود، ولكن اليوم كيف ما نكافح هذا الفساد إذا اليوم الشعب ما عنده المعرفة كيف بده يحاسب ويسائل؟ نعم. اليوم المواطن بحاسب من خلال الانتخابات، ولكن اليوم في جزء أساسي من المعرفة غير موجودة عنده. نحن الجمعية عم نشتغل على تثقيف هذه المواطنين ليستعمل حقه ويحاسب ويسائل، لأنه هيدا بهذا الإطار بيقدر يضغط ويكون أداة ضغط على تطبيق القوانين وعلى إقرار القوانين للي بتساهم بالحوكمة الرشيدة. نعم ديالا، كمان حقيقة نحكي كمان عن مشروع بمحلات. نعم أعتذر، بس يسأل ديالا أيضا عن هذا الموضوع. ديالا، ما أهمية توعية المواطن اللبناني بحقوقه في الوصول إلى المعلومة في بلد لا يستطيع أن يصل فيها إلى المعلومة؟ يعني أنت كمحامية كيف بتشوفي هاي المعادلة الصعبة؟
أكيد من دون شك أنه مشروع قانون الوصول للمعلومة هو جدا مهم، ولو بتنقصه المراسيم التطبيقية هو خطوة نحو الأمام من دون شك، والجهود اللي بذلت من المجتمع المدني للوصول له أكيد تقدر جدا، والجهود التي عم تبذل حاليا من مؤسسات حقوقية مثل منظمة الشفافية ومنظمات أخرى في لبنان بإطار توعية المواطن من جهة، وبإطار تسليط الضوء على قضايا تتعلق بالفساد أو انتهاكات مختلفة للقوانين، كلها ممتازة في لبنان، لأن لبنان يتمتع بحيز معقول من حرية التعبير ومن وحرية الإعلام. لو ما كان في لبنان هذه التميز بحد معقول من حرية الإعلام والتعبير. ديالا يبدو قطع الاتصال مع المحامية اللبنانية ديالا شحادة، نعتذر على هذا العطل يلي من عندك من لبنان على الأغلب وليس من الإنترنت في لندن. أيمن دندش أيضا مدير البرامج والمشاريع الميدانية في الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لا فساد، شكرا جزيلا لك وشكرا على جهودكم. سألنا بعض اللبنانيين عن سبل مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، نتابع آرائهم ومن ثم نعود لنناقش دور الإعلام والصحافة في مكافحة الفساد. حتى تنجح خطة مكافحة الفساد في لبنان، أول شيء لازم يكون اللي عم يكافحوا الفساد منهم فاسدين. ثاني شيء أنا بعتقد أنه الطائفية والمذهبية هي الداعم الأول للفساد. عندما نتخلص من الطائفية والمذهبية اللي هي حامية للفساد ممكن نتخلص من الفساد بشكل نهائي. طالما الطائفية قائمة في البلد، طالما نظام حماية الفساد قائم، لا حل إلا بنظام يعتمد على العلمانية وعلى الكفاءة، وإلا ستبقى الطائفية هي المسيطرة وهي حامي الرؤوس الكبيرة للفساد. أول شيء لتنجح مشروع خطة مكافحة الفساد لازم يبلش بمكافحة الفساد من القاعدة الشعبية، لأنه الفساد صار مستشري فينا نحن كمجتمع، تعودنا على الفساد، يعني ما عاد نقدر نحن نخطي ولا خطوة لا قدام إذا ما كان بالواسطة أو بطريقة مشبوهة أو نفوت بالزوريب. ما يعني عندك أوتوستراد بصير ما بفضل يمشي على الأوتوستراد، بده يروح بالزيروبة لحتى يوصل للي بده إياه. بلش من نحن من بيوتنا بالقاعدة الشعبية لتوصل لبعدين للتوب واللي هي السلطة السياسية، وهي منظومة كاملة يعني كاملة متكاملة، فصعب أنه تحارب فساد بهذا البلد. موضوع الفساد شغلة كبيرة كبيرة، وهي هاي اللي مخربة كل الاقتصاد. بس هل حاليا الظاهر في قرار، وما دام في قرار من الكبار معناتها الى الامام، بس شوي شوي مثل ما عم نشوفه على التلفزيون. بس هو هذا الفساد هو اللي بيقوم الدولة الان، دولة جديدة، لانه اساسا المشكلة اللي بلبنان هي الفساد. اهم شيء لازم كلنا نوقف على فخامة الرئيس عماد ميشيل عون، انه هو الوحيد الجدي واللي قادر يحارب الفساد على المزبوط. هو المينيموم من ابسط الامور انه بس انه تطبق القوانين يلي هن البيزكس يلي هن بنحطوا من قبل البرلمان يلي هو رئيس المجلس النواب، بس انه المينيموم البيزكس وبيمشي الحال. يعني مش المفروض انه القوانين ما المفروض حدا يخترعها، ما هي اوريدي محطوطه وبس تو بي امبلمنتد من هالنواب والوزراء وذاتس ات. وتنضم إلينا من بيروت ديانا مقلد الإعلامية اللبنانية. مساء الخير ديانا، كيفك؟ ديانا تحدثنا، شكرا، أهلا فيك ديما. تحدثنا مع أيمن دندش وديالا شحادة عن الجانبين القانوني والمتعلق بعمل طبعا أيمن دندش في الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية في مكافحة الفساد، بس بدنا نسألك عن دور الإعلام اليوم في لبنان بفضح الفساد المستشري فعلا واللي عم بيزداد يوما بعد يوم. قد ايه اليوم الاعلام بعده قادر انه يقوم بهي المهمه؟ الاعلام بلبنان هو بيعكس الافرقاء السياسيين، وبالتالي يستخدم كوسيله ضد الخصم. يعني اذا وسيله اعلام تابعه لطرف سياسي وبالتالي بتكشف ملفات فساد تتعلق بالخصم،
وبالتالي الإعلام عم بيلعب دور الأطراف السياسية، لأنه بلبنان الإعلام طائفي، الإعلام مسيس خاضع للاستقطاب السياسي، فما فيك تحكي حقيقة عن إعلام. صحيح في محاولات إعلامية مهمة، ولكن ما بنقدر نقول غير أنه الإعلام هو جزء من الخطاب السياسي والانقسام السياسي. وبالتالي جوابا على سؤالك، هل الإعلام عم بيقوم دوره؟ بظل الانقسام كل طرف عم بيحاول يسلط الضوء على الطرف المقابل. الحصيلة أنه الرأي العام اللبناني عم بيشوف الفساد من كافة الأطراف، من خلال كل طرف كيف وسيلة الإعلام الخاصة فيه عم تحاول تكشف الخصم. بس هل في أنه والله الإعلام عم بيقارب هالموضوع بشكل شامل؟ لا، نادرا ما منشوف هيدا الشيء. طب ديانا، إذا ما بدنا نحكي عن الإعلام بدنا نحكي عن الإعلاميين، وأنت إعلامية، وبدي أحكي عن تجربتكم المميزة جدا في موقع درج، يعني واللي هو موقع مستقل، خليني أقول لا يخضع إلى جهة لبنانية أو إلى حزب لبناني أو إلى ميليشيا لبنانية إلا ميليشيتكم الخاصة أنت وحازم وعليا، لكن تعرضتم للكثير من المضايقات في هذا المكان. اليوم في انطباع عام أنه الفساد وصل إلى حد زيادة التضييق على الإعلاميين أكثر من بداية العام 2011، بتوافقي على هالشيء ولماذا برأيك؟ أكيد نحن عم نشهد بلبنان بالسنتين الأخيرتين محاولات لا تطويق حرية الرأي والتعبير، إن كان عبر يعني توقيف شخصيات عم تعلن رأيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو الضغط السياسي من خلال محاكمات وقضايا، وأحيانا الترهيب. نحن صار معنا حادثة من محاولة ترهيب أحد شركائنا بدرج اللي هو حازم، ما حفوت بالتفاصيل، ولكن جوابا على سؤالك، نعم في محاولات لتقويض مساحات الحرية المتبقية بلبنان. وبالنهاية موضوع الفساد برأيي بمس الأطراف أكثر من قضايا تانية. ليش؟ لأنه أنت لما بتغطي انتهاكات معينة بصير الأطراف عم بيتنافسوا ضد بعض، بس لما بتكشفي بملفات الفساد قديش حتى الأقطاب اللي بيدعوا الخصومة ولكنهم شركاء بقضايا الفساد وجني الأموال بشكل غير شرعي وغير قانوني، فأنت عم تكشفي لهم زيفهم وكذب خطابهم السياسي، وهيدا بيجعل مهمة الإعلام أكثر صعوبة وبالتالي أكثر استفزاز. نعم في تضييق، ولكن التضييق لا يزال في قدرة على مواجهته. ما فيني أقول أنه لبنان وصل مثل ما وصلت له بعض الدول العربية الثانية، إن كان مصر أو بالخليج أو بدول ثانية، لا، ما زال في مساحة تحرك. هيدا سببه بالحقيقة الانقسام اللبناني. إذا بتسمحي لي بس بدي أقول شغلي، بالدول المحيطة بمحل ما في أزمات، لأنه في نظام واحد وحكم واحد، وبالتالي في سيطرة على الإعلام من فريق سياسي واحد هو النظام الحاكم عادة. بلبنان لأنه نحن بلد مقسوم طائفيا، فبتلاقي تعدد الأطراف، تعدد الأحزاب، رغم أنه في حزب كبير مسيطر له قوة أساسية هو حزب الله، ولكن أيضا في قوى أخرى، وبالتالي تقاسم هاي القوى لملفات الفساد وللسلطة وللإعلام بيصعب على طرف واحد مصادرة كل القرار، وبيترك لنا مجال إلى حد ما للتحرك ومحاولة التعبير أكثر من أماكن تانية. هيدا مش وضع مثالي، في محاولات لتطويقه، ولكن على أمل أنه سقف الحريات يتحسن والأداء الإعلامي يكون أفضل. نعم ديانا مقلد الإعلامية اللبنانية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت.